10 سنين ماشي ماشي شي 10 قليله ولا ماشي شي 10 اللي كيعلم فيها التعاون ولا خدمه ديال القناه ولا تفاني في العمل وفي ماديات واحد من الاخر والنتائج ديال المعروفه يعني رغم كل الظروف اللي مرات من القناه ولكن على المستوى النهائي وعلى مستوى الاداء وعلى المستوى الاعلامي رايتها يعني لا يعلى عليها وهذا الشيء كله بفضل ديالكم بفضل ديال العطاء ديالكم بفضل ديال التفاني ديالكم بفضل ديال المهنيه ديالكم بفضل ديال الحب ديالكم للعمل وبديك العلاقات حتى انهم اللي كيكونوا خلافات ولكن كتبقى العلاقات المهنيه ما بين البلاصه وجاو لهذا اللقاء. كنشكر المسؤولات والمسؤولين اللي حضروا اليوم باش صوت جماعي ديال النقابه ديال الشغيله وديال الاداره نقول لكم شكرا على هذه السنوات وعلى هذه المسيرات المسيره ديال كل واحد مسيرات مهنيه والانسانيه والاخويه اللي قضينا مجموعين في اليوم وفرحانين بكم كانوا فرحانين بكم فاش كانوا هنا وفرحانين تلقاو لكم من جهه اخرى دائما فرحانين بكم دائما اواصر ديال الاخوه وديال الحب وديال التضامن وديال التعاون مستمره سواء كنا دودو ولا دوهوف كنا دائما نتمنوا الاخت على كل حال ملكة شكرها على المجهود اللي كدير لا في خدمة لي زاكتيف ولا لي فاسيف لا لي صحيح ولا لي مريض وتحية ليهم كنشوفهم اكتيف لا فيرتيلمون ولا فيزيكمون مبروك الاخوان اللي حصلوا على المعاش ديالهم اليوم ونتمنى لهم حياة سعيدة سيرية الرياضة سبورت رياضة قلة الماكلة سيرية قلة الماكلة وإنسان يلحق ويدخل للمعرفة شنو هو السبب هو أنه جيل واحد عايشين ما كانش عندنا شي جيل كبير مثلا اللي بحال واحد المؤسسة اللي كان عندها 60 عام ولا 100 عام ولا 200 عام اللي كبيرة بزاف اللي بغيت نحكي لهم بحال الملكة لأن الملكة سيدة طيبة بصراحه انا ما كناش نتخرجوا بما تخرجوا بصراحه والله العظيم بصراحه والله الوافي اللي بغينا نسمعوا علاش ممكن تكون حدا اخر ولا حدا الوالده ولا حدا شي حاجه تتفقدوا تتحس به تقول ما ليكم طلع لكم الزعاف ديال باقي ما سجلتش ما فعلش ما بيت ديال مازال انا حيت بعت عندها حسيت بالامل ديالها لا يعقل تصور ملكة قسما بالله تتكون واحد السيد توفى ولا واحد المسائي تلقاها الليل وبالنهار وداخله معاك وتجري بين مؤسسة أخرى قسما بالله مثلا ميرا وتكرارا زيادة على جلال اللي تا هو اليد اليمنى ديال الملكة بصراحة أساسي بزاف بالمناسبة تنترحم مع الإخوان بصفة عامة اللي توفى وعندنا عليها في القناة الثانية واسمو خاصة هذه السنة هذه اللي تيبقى معلم اسمه بن صالح وتيبقى سي قدامار وتيبقى بريس وهاب وتيبقى سي عمري الله يرحمهم ويستعينهم واحد الصدق كان عجب على واحد الحب في العمل ديالنا في هذه القناة الجميلة الرائعة واللي الحمد لله حنا ما عندناش الشك بان راه هي كاينه دابا في ايادي امين لان لي ريسبونسابل كيمشيو بحال ولكن الدنيا ديال الله شنو هو الدرس مرحبا بهاد الاخوات ديالنا والاخوات ديالنا اللي غادي ندخلو العالم ديال المسرح يعني كما قال السي العربي الانسان اللي غادي يدخل لهذا العالم خصو يكثر بصحته ومهنته ويحاول انه ينسى الدنيا وينسى الماديات ديالها والى اخره يحاول داك الشيء اللي كان فاقده في ذاك البريود ديال الخدمه ديالو وفي الطفوله ديالو يحاول يعوضه في هذا البريود اللي كاين فيه ديال التقابل نتمنى لك ان شاء الله طول العمر نتمنى لك ان شاء الله مزيد من التالق والتميز وكنقول للاخوان ديالنا في تصوير النقاب الشكر والامتنان لهم جزيلا على هذه المبادره الطيبه وما كيفاجئوناش لان دائما الحمد لله كيعملوها والشكر والامتنان لواحد المراه اللي كتخدم الحمد لله في الظل هي هذه السيده هذه لاله ملكه اللي فعلا كنلقاوها في اي وقت واخا خرجنا من المؤسسه اي وقت كتعيط عليك تجي مسكينه تجري هي وخونا جلال الله يخلف عليه حتى هو والعقوبه ان شاء الله حتى هو يخرجنا صحيح وخرجنا بخير على خير سلطان مزار حرام وسام
انا اشد على يد النقابه، خصنا نعرفوا جميعا ليبلغ الحاضر الغائب بان النقابه هي الحصن الحصين ديال البيرسونيل. قدروا يختلفوا في الشكل ولكن راه في المضمون راه كنصبح النقابه. ولكن بالمناسبه انتم جلال رجل طيب تصل بعضهم، وبغيت النقابه ديال فلودر دي جور ديالنا هما ان الانسان اللي كيمشي راه يقدر يعيش واحد الفتره ديال الاكتئاب. مثلا حنا ما كنهضرش مثلا الناس اللي عندهم انشطه مثلا سياسيه ولا عندهم انشطه نقابيه ولا عندهم جمعيات في المجتمع المدني، كنهضر الانسان اللي خدم ومشى الحنفي ما عنده ما يدير. بالمناسبه انا علاش مثلا السوسيال ديالنا علاش مثلا ما تكونش رحلات منتظمه مثل هذا الشيء هذا؟ يعني هو غنجاوب خويا سعيد على القضيه. انا قاعد نتلوك بالنسبه للجمعيه في حول الله رحم الاكوان راهم كيشوفوا باش يلقاو ان لوكال، خاص لوكال هو اللي خصو يجمعكم، فهمتي؟ لوكال هو اللي خصو يجمعكم اللي غتوليو داخلين خارجين فيه، والاوقات ديالكم بحال غدريسوا ان امبلو ديتون، فهمتيني؟ هذا غيكون ان شاء الله في الطريق بحول الله. سيتي لا ريزون، بحال دابا انا في الصباح البارح ملي شفت دوزان مع ايطالي سا ما في بليزير، عيطت لسي جلال سا ما في بليزير، فهمتي؟ C'est vrai, il y a quand même quelque chose qui est facilité, un endroit où on peut se rencontrer, où on peut faire plein de choses, comme si la lecture, le voyage, alors ça serait super. Mais là, ça serait super. Mais si ça fait que je vois, c'est vrai qu'on a une hiette là, on a d'autres choses à faire. Mais il y a quand même encore une couleur à nez, les couleurs à ou à chine à ou c'est nul. بالنسبة للمسائل الأخرى هي تنشكر الإدارة اللي عطاتنا الفرصة والنقابة وجميع المستخدمين اللي شاركوا في إرساء هذا الحدث ولا هذا الحدث هو ديال تنشكر الأخ جمال اللي نتمنى يكون نكونوا الاخوان اللي باقي مازال تيمارسوا المهنه ديالهم في القناه الثانيه احسن خلف لاحسن سلف. وتنتمنى السي حسن دوز معنا وقت طويل، عشره طويله السي حسن، اش غنقول لكم؟ الله يعمر له الدار. هذا الانسان هذا زعما في الحقيقه الا كنا حنا فخورين بدوزان وسميتو كنفتخروا بدوزان، راه دوزان خاصها تفتخر بالبيرسونيل ديالها زعما كمؤسسه، لان كاينين ناس بحال هذا الشكل. هذا السيد هذا ما عمرنا عيطنا له قلنا له راه محتاجين سي حسن وكذا، راه ما كاينش اللي يخدم غدا ولا شي حاجه، وقال لا ولا راني مشغول ولا شي حاجه، فين ديسبوني؟ تقاعد سعيده وجميله صافا حاجه كلشي.
الناس اللي شرفوا على هذا التنظيم ديال هذا الاحتفال الناس المتقاعدين. وفي المناسبة كنشكر كذلك الإدارة العامة شخص ذلك أخت لبنى بغات تقول كلمة حق الرفيق ديالها والكوليك ديالها. السلام عليكم جميعا. كيف قال غادي ناخذ لاباج من عندكم انتم السابقون ونحن معكم ان شاء الله اللاحقين. يعني التقاعد خاصنا نكون فيه ارتياح، مرحله ديال الراحه ماشي ديال على مين 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 دابا بركنا بحال مبوكايا هو يقول لهم العالم راه خدام معايا. قلت له لا راه ماشي خدام معايا، هذا هو المدير ديالي، ها هو راه المدير ديالي ويشوفوا فيه شوفوا فيه والصح كيتعاملوا معاه بانه هو المدير ديالنا حنا. لا واحد غادي يكمل القضيه ما كملاتش، بس حيت هما كيهضروا معاه وكيقولوا لي هو بحال لا لا الفيلم اللي وقع غادي معاه غادي معاه هو كان واقف مع 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 مونيكس مع بدر زامبكس مع ولدي صاحبي غادي معاهم وهما بجداد وهو تقول لها حتى الطرق بعيد قال لها بعدو قال لها كيطيروا هادو قال لها انا مدير النهار قال لها ماشي كيخافوا مني هذه الشهاده ديال المرض الوالدين في عروبي 5 بلا ضرب وضرب شي حاجه باش لا ولكن نقول لك العالمي في العالمي لا نقول لك مشات الكوباها كان مخيم في كوباها ديكتاتوريه على النقابه لا لا النقابه مسكينه والو الله يحفظ الله ديال الضحك مزيان سير نضحك انا شي حاجه بها مشات الكوباها باش نتفقد الضرب في البيريود استيفال هاد كنشوف حنا كل مليون فرانك فرانك سي طار واحد الشرط زق وانا كنقول بحال انا والعين السبع ماشي مول دوسه هو كيتسكر واش بغا يقول لك مسكين ديال الله تصوم دير واحد الكوتي معاه واش تبقى الوالده ديال الله يرحمها مسكينه في النهار هذا كانت مزويده ولكن كانت في الكوتي وانا يحبوا كيبيعوا بحال الله راه كيزيد الدر قلت لك انت ولدي خدام معاك قلت له ولدي خدام عندي ولدي خدام عندي ويدي فيها قلت له فركس راه مرضي مسكين انا سواء ديال المكتبة ولا ديال لي فواياج ولا يعني مجموعة ديال الأنشطة اللي كيمكن يقوموا بها الإخوان في الجمعية ديال المتقاعدين بحال هاد المقترحات هادي في المجلس النقابي زياتي من النهار اللي حط رجليه فيه دائما كيجيب مقترحات اللي تقدم يعني كاين إخوان اللي كيساهموا بطبيعة الحال بالنقاش هو من الخاصية ديالو دائما كيجيب مقترحات اللي غادي تقدم النقاش اللي ما غاديش تخلي الأمور تسير هذه هي الخاصية ديالو، هذه هي الخاصية اللي نورمالمون